السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم احنا راح ناخذكم بجوله بشارع المتنبي، لكن قبل أن ندخل بتفاصيل الحلقه، انا اليوم مرتاح، واللي بده يعرف السبب انه هو الانسان بيده. فانا اليوم بما انه السعاده بيدي واضوج بيدي احزن بيدي، فقررت اشتري هاي ب 3000. هاي اللي تشوفوها الزرقاء، من فوائدها تقلل التوتر وايضا تقوي الاعصاب. لكن السؤال يبقى انه المسؤول والقائمين هم هم بيتهم المشاريع، واتمنى وامنيتي اعرف وبشكل دقيق القائمين على المشاريع اللي تقام ببغداد، مثلا شارع المتنبي باشياء بسيطه، هم سعر هاي يجوز عند المخصصات والميزانيه الموجوده عند المسؤولين، مجرد صبغ واضاءه اختلفت وضعيه الشارع، الناس بدت تتردد لشارع المتنبي سواء الصبح او العصر او حتى بساعات متاخره بالليل، شوف العوائل موجودين هنا وايضا الشباب، وبالتالي اليوم ايضا الموضوع ينعكس على حديقه الامه اللي تغيرت وبشكل كامل ايضا بعد التعديلات اللي صارت، والتعديلات البسيطه اللي مثل هاي اليوم ضارب بها المثل اني، هم رخيصه ما كلفت انه سوى مبالغ قليله جدا، هم صبغ وكذلك اضاءه. لكن الحقيقه القائمين على مشاريع بغداد يجوز يبيتهم هاي الاشياء بس يتعاجزون، يعني ما يسوون هيك، ما يوقعون هيك، ما يطلعون يمشون يشوفون المشاريع اللي ممكن تخدم الناس. انا اليوم راح اخذكم في شارع المتنبي اللي يعاني نوعا ما من بعض النقوصات، ما راح احكي لكم بيها. جراج مناسب ماكو لهاي الناس اللي تجي هنا، وبالتالي حمامات صحيه دبليو سي، هم هذا الموضوع مهم بشارع. لكن بنفس الوقت انا اليوم ما اعتب فقط عن المسؤول على المسؤول عفوا، انما بقدر ما اعتب على هاي الناس اللي جاي تجي هنا، بعض الاشياء اللي جاي يسووها ظاهره يعني اقدر اقول عليها غير حضاريه. يعني هذا الورد اللي موجود هناك راح اشوفكم وياه، الناس دائما ما تقطع هذا الورد، وحتى النفايات اللي مثل ما جاي تشوفون انتم، بنفس الوقت انه هاي السلات اللي مخليتها البلديه ما جاي الناس تستخدمها وترمي النفايات هنا، وهذا الموضوع جاي يشكون منه عمال البلديه وعمال النظافه، وايضا اكو موضوع مهم الا وهو موضوع المتسولين اللي جاي نشاهدهم بشارع المتنبي. حقيقه هذا الشارع اليوم تاريخي، شارع حضاري، دائما ما نشوف به الزوار هنا موجودين، السائحين موجودين، وهاي الصور تنطي انطباع سلبي عن المكان. خليكم ويانا في حلقة أيام الناس. رائد عيون رائد شاي، يعني خاصة إلى قناة أيام، تحياتي إلى شخصك الكريم وإلى كادركم المتميز جدا، تحياتي. شلون أخبارك؟ الله يحفظك. هذا أبي خادم، أنا أبيع شاي، أبيع شاي العقار. أنا صار لي 30 سنة، 30 سنة بتشاي. نعم، أشتغل هنا متجول في شارع المتنبي وأزقة الفضل والصدرية والكفاح والشورجة. أنا هنا أنا صار 30 سنة. 30 سنة بالمتنبي لو في هاي المنطقة. أنا يعني أتجول في شارع المتنبي والشورجة، وقلت لك زقة الفضل، أفتر يعني أنا معاملي على هاي، يحبوني والناس يعني يحبونك ويحبون شا. هاي تقريبا صار لها سنة من اشتهرت، دير بالك. هاي صار لك سنة من ابتدعت، اشتهرت بيها سنة اي من انفتح المتنبي بحلته الجديدة، اجيت أنا هاي صار 30 سنة أصيح بيها شاي وهاي السوالف. لكن عندما هنا المتنبي سووه وهذه ترمموه، جو المشاهير من اصيح انا يعني اصيح هيك علي شاي، انا ابيع شاي عمري خلصته، جو المشاهير صوروها، من صورها اشتهرت، كانت مشتهره بس بالشورجه والصدريه والفضل والهنا. حلو، ايه رائد. اليوم المتنبي يعني انا اقول عليه انه بعد التعديلات صارت البسيطه، نعم فعلا بسيطه، هي شنو؟ بس اضاءه وصبغ، اكو غيرها؟
يعني ايش كم لمسه. نعم. ايش قد انطت جماليه لهذا المكان، ايش قد غيرت من هويه المكان، خلت الناس جاي تجي بالليل، الناس جاي تتجول، وانت اليوم بالتالي ايضا انفتح لك باب رزق بشارع المتنبي. اولا المتنبي هو المركز الثقافي للعراق. نعم. هذا هو من ابو جد، بس عندما رمموه ترميم جديد على ما قلت اشتغلوا شغل رائع جدا، تحياتي للشركه. انا شفت ويا الشركه انا موجود بالليل ابقى وياهم، نعم كانوا اصدقائي، تحياتي لهم، اشتغلوا شغل جيد. انت كما تعلم انت ويعلم الجميع عوائلنا العراقيه والشعب العراقي بصوره عامه، الشعب يعني تعبان ضايج يريد يفد شيء متنفس اله. نعم متنفس اله، فصار متنفس اله، صار متنفس هنا أنا المتنبي. قامت تجي العوائل خاصة بالليل، سابقا ماكو كان تعرف ليش بالليل؟ مو فقط للمتنبي الفتح بالليل، لكن اليوم وفق في ظل هاي الازدحامات اللي جاي نشاهدها اللي تبدي من الصبح للعصر. نعم. فالناس تجي بالليل مرتاحة، تجي بالليل. نعم تخلص اوقاتها هنا، تجي هنا عوائل كريمة عراقية اصيلة يعني يصورون وياي، ومو بس من شعبنا، قامت تجي هواي السياح، اي سائح يجي اول ما يجي المتنبي، خاصة اني اول ما يشوفني اصيح شاي الكاميرات مالته يقولون هو هذا ابو شاي شايفينه باليوتيوب. اني كما تعلم يلعب الجميع وشايفني اعطي صورة عن حضارة العراق وعن اليوم. هاي السجارة لابسها؟ نعم هاي، بس هي مو انا صراحة مو بس بهاي، عندي كلامي اقول والله العظيم عندما اتوا هنا المعلق البلوشي وغيره وكافة الزميل قليل البلوشي. نعم جو قالوا احنا الصراحة شفنا بالإعلام غير، ومن شفناك انت وغيرك الناس الشعب العراقي طيب، انتم مو هذا الشعب العراقي. قلت لهم البارحة انهم من سلطات عمان جو هنا، قالوا شو يعني، قالوا عن من نرجع، ما نريد نرجع، يجي وشوفنا انا هنا. أنا نعم والله العظيم إلا العراقي ذو ثقافة حضارة قلبه طيب، كل يتنح من العراقي. أقول له وحتى وراء الكاميرا يقول إحنا قاعد نشوفه بالإعلام غير، أقول له مع الأسف الشديد وأنا قلتها ودائما أكررها على الإعلام، خاصة إعلامنا العراقي ما قاعد يعطي صورة عن قنوات جاي تنقل الحقيقة. نعم بس لكن مع الأسف أنا صراحة ضوج وقمت يعني أتكلم وياهم هسه مساء، قلت له ليش أنت تاخذ الإنسان التافه، أنت المفروض من تجي هذا راح يعطي صورة، انت ليش ما تجي تاخذ الانسان اللي يحب بلده اللي يعطي. اي هاي هواي صارت هاي، انا صراحه ما اريدها، انا اتمنى حبي لبلدي، اتمنى عسى من يجون يقولون هذا الموضوع اليوم راح نتناوله، انه هاي بعض الظواهر السلبيه اللي جاي يصير راح نتناولها اليوم بالموضوع. والله مع الاسف الشديد انا قلت لك هنا من اول ما انفتح المتنبي انا متعاون الوحيد مع والله العظيم مع قواتنا الامنيه، تحياتي لهم والشرطة المجتمعية والأمانة، يجي يروح يصعد على المتنبي فوق، حتى أنا أروح له والله العظيم أنا أروح له أقول هاي المواضيع أنا دائما انتقدها بالله سيئا، أروح له أقول له بابا أنتم ماي مو مخلي لكم هذا، ليش أنتم يعني أنت العراق؟ يقول لي وأنت شو عليك؟ قلت له ليش شو عليك؟ يعني أنا مو كل إنسان إلا هو ذو اختصاصه، يلا يروح. أنت من كل واحد يشوف شيء سلبي لازم يتكلم بيه. رائد أنا بديت تقديمتي إيش قلت؟ قلت هو الإنسان بيده، الإنسان نعم واضح يعني أنت اليوم هسه بيدك تقدر كل شيء تسوي. نعم أنا من خلال هاي الصينية والترمس هسه. زين خلي أسألك سؤال افتراضي، لو أنت اليوم مشروع مسؤول عن مشاريع بغداد اللي تقام هاي المشاريع يمك، بدل هذا الاستكان هنا هاي ورقة مال مشروع كذا. نعم مشروع نعم. كذا أول مشروع راح توقع عليه حتى يعيد جمالية بغداد شنو؟ أني قلت لك أني أول ما قاعد يشتغلون بالمتنبي التقيت بالقناة العراقية وهي كان مصطفى تحياتي إله، كان يعني حتى عن من قبل تكلمت علي قلت له المتنبي، قلت له شارع الرشيد، كان بكته هو على شارع الرشيد وترميمه، قلت له إحنا ما نريد بس شارع الرشيد إنما نريد العراق كلها والريد. المشروع أنا أريد على بغداد لا تطلع من الناس. شو توقع على مشروع؟ كمشروع انا الصراحه وقلت انا الباحه جتني القناه العراقيه وقالوا اريد وياك لقاءات من شاف كلامي اني احب اثقف الانسان الشاب العراقي هواي اعاني من عندما يجون يعني تحب الصدريه وتحب شارع الرشيد. زين يعني هاي المشاريع اللي بيدك هنا الموجوده ما راح توقع على اعاده ترميم؟ لا كنا اوقع عليهن بالطبع اتوقع عليهن وهن يحيين. هسه ليش المتنبي للصبح احنا نبقى هنا واجواء ماكو يعني اجواء جميله جدا. نعم اكو سلبيين واحد اثنين لكن لا يمثلون هاي الناس المثقفين والشباب الواعيه، لا يمثلونهم، موجودين باي بلد وين ما كان وباي مكان هم موجودين.
نعم اوقع عليها ولله الحمد هسه قامت شويه يعني المناطق، لكن اكو هواي هنا يجون علي يعني تعرف اول ما يجون العالم تصوره يقولوا لي اريد نقطتين، وانا قلتها حتى مع المسؤولين التقيت بهم، لكن هم يقولون احنا اكثر شيء يجون على المشاهير، اقول لك واضح وصريح من خلال قناتكم، ويجون يريدون فد شيء غير كما قلت انت قبل شويه عن الطابوقات وهاي. يقول لك انا جاي انا اريد فد شيء بعد، يعني انا هسه خطيه انا الله شاهد يعني من نصيح شاي ويضحكون وقالوا شاي. هاي تحياتي لشخصك الكريم ولا قناتكم المؤقرة، واتمنى من الله عز وجل ان يحفظكم، وانت ان شاء الله اعلامي كبير ومتميز. تحياتي. هاي الشاي الطويلة ان شاء الله نريد مشاريعنا وتنفيذها مو مثل الشاي مرة ادريتها شوية اقل. يعني انا اسأله مسؤول السؤال الافتراضي راح اوجهه لنفسي، يعني بدل ما وجهت الرايد اول مشروع راح اوقع عليه هاي الفتره هو مشروع القناه قناه الجيش، على اعتبار اليوم لو كمل بكل مواصفاته ايضا راح يعكس ويكون يعني فد مكان مهم جدا بالعاصمه بغداد. متواصلين وياكم، خليكم معنا. مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من شارع المتنبي، وبالتالي اليوم سعيدين جدا بان نلتقي بالزميله فاطمه من لبنان. مرحبا بك. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. الحمد لله ماشي الحال، نشكر الله. يصلت بالعراق هلا بزواج باس؟ سري تقريبا اكثر من سنه هون عايشه، بس مش ببغداد، عايشه بكربلاء وبشتغل مع قناه كربلاء الفضائيه. طبعا بس كنت بدي نوه بما انه نحن هلا بشارع المتنبي، وشارع المتنبي يمكن ما كثير في ناس بيعرفوا شو هو هذا الشارع. هو مش بس كتب، هو حضارات وثقافه. بس ما يعرفوا بلبنان؟ بكل العالم، مش نحن عم نخلينا نحكي بس بالعالم العربي، انا بدي احكي بالنسبه للبنان. بالنسبه للبنان الاكثر شيء اللي عم يتناقل حرم، يعني دور الاعلام ما عم بيكون دور منصف لبلد العراق، لانه بلد مثل هيدا بلد عظيم بلد كبير، ما عم تعرف العالم انه مثلا العراق في وجهات سياحيه غير السياحه الدينيه، في اشياء ثقافيه، اثار، حضارات، معارض كتب، عم بيكون في جلسات لمناقشه بعض الكتب او بعض الروايات. انا بدي عبر منبركم توصل هيدي الرساله. يعني هاي مثلا شارع المتنبي، بعض الحضارات اللي موجوده بالعراق، التراث اللي موجود عندنا، ما جاي يوصلكم؟ شنو الصوره اللي جاي توصل لكم عن العراق، او بشكل عام انه الاعلام العربي او الوطن العربي، شنو الصور اللي جاي توصل لكم او الرسائل عن العراق؟ مع الاسف نحن وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن عم بتنتشر او عم يشتغل العالم عليها، عم بيصير في تسويق او استخدام غير صحيح لهذه الوسائل، مثل التيك توك او مثلا الانستغرام او اي وسيله ثانيه عم بيتم استخدامها بطريقه مسيئه. يعني نحن مثلا بس نشوف نموذج عم نقول والله كل العراقيين، يعني عم يصير في تنميط انه نحن الشعب العراقي، يعني معقول كلهم هيك؟ لا اكيد. انا بس بدي اشير لنقطه انه الشخص هو بيمثل نفسه، ما بيمثل لا مجتمعه ولا بيمثل البلد اللي هو عايش فيها. يعني انا لما بشوف شخص عم بيصدر ثقافه مثلا الشعر الغريب او طريقه معينه، هيدا بيمثل شخص، بيمثل حاله، ما بيمثل واصلكم غير هذا الموضوع. يعني بيمثل اكثر، يعني اكثر شيء بنشوف مثلا يعني هو مثلا تبع العطواني. جاي توصلكم هالش؟ يعني اول شغله وصلت على، يعني صار معروف المجتمع العراقي، يعني شاقين، يعني موجوده هاي هناك، جاي توصلكم هذا الانطباع. بنحششوا على بعضهم، بصيروا مثلا يعملوا منشنات على الفيسبوك على المقاطع هيدي المصوره، علما انه انا بقول لهم انه العراق مش هيك، العراق تراث، العراق حضاره، نحن الحضارات تصدرت من العراق. يعني نحن تعلمنا بالادب العربي لما كنا بالمدرسه، تعلمنا عن الحضارات الادب العربي من السومريين للكلدانيين للاراميين لكل هيدي الحضارات وصلت لنا، حتى القانون اول قانون اللي هو حمورابي، هيدا درسناه بالتاريخ وبالادب. حرام انه نحن، مش عم بحكي كحرمه، ولكن عيب كثير بحق يعني الاعلام كاعلام لازم يوصل هيدي الرساله، لازم نحن نشتغل بالاعلام نضوي على هذا الجانب الثقافي، يعني مثلا مثل معرض الكتاب. يعني ولو عذرا على المقاطعه، احنا اليوم خلينا نكون صريحين، على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم، اليوم جاي نشوف الاشياء السلبيه جاي تتصدر قبل الاشياء الايجابيه. يعني اليوم هاي الظاهره مو فقط بالعراق، يعني متاكد اليوم حتى بجميع دول العالم انه الظواهر السلبيه جاي توصل واكثر. يعني لربما هسه انا احكي وياك يعني بصفه زميل المهنه،
اليوم الأشياء اللي تستفز المشاهد يرغبها؟ لحلك شيء، اكيد نحن بدنا نشوف شو الاليه اللي عم يتبعوها هدول الاشخاص لينشهروا. يعني في اشخاص بيبقوا مثلا بيعملوا حالهم اغبياء او سخيفين لحتى يوصلوا للعالم، بس بالمنظر الاخر او يعني بالمقلب الاخر اذا بنيجي بنشوف في بعض الشخصيات وصلت وعملت اثر. ليه؟ لا لا، مش عن طريق هذا الاساليب. الناس مؤثره بالمجتمع، يعني نشرت اشياء يعني لها علاقه بعلم النفس، وصلت وصار عندها بس قله وبصعوبه، يعني حتى وصولهم صعب. بدك تشوف انت الجمهور اللي عم بيتابع، الجمهور بدك تتكيف مع طلباته، بنفس الوقت ما بدك تطلع من شو بيقولوا من سياق المهنه ومن من اخلاق المهنه. يعني انت كاخلاقك، انت مثلا دارس علم النفس، خليك تحاول تبسط هذه المفاهيم اللي لها علاقه بالتنميه البشريه لحتى توصلها للعالم. وبتمنى هيدي الصورة السلبية اللي كل العالم، ما عم بحكي بس بلبنان، الصورة السلبية عن مجتمع العراق تتغير. يعني الإعلام بليز، كل القنوات الإعلامية بليز ضووا على هيدي النقطة، أنه العراق يعني مش حرب ولا فلان عم يتخانق مع فلان، بلد حلو كتير. تعوا على العراق، العراق بلد عن جد كتير حلو، بلد كله سياحة، أثار، ثقافة، تاريخ، حضارات. نحن منشجع كل العالم يجوا ونضوي على هيدي النقطة، نحاول قد ما فينا نشتغل بوسائل الإعلام لجذب السياح بهيدي الطريقة. شكرا كثير يا هلا، أهلا وسهلا فيك. أنا أتفوق السعيد. كلك سعيد. شكرا. نعم مشاهدينا، بالتالي أنه موضوع فاطمة اللي تحدثت فيه موضوع أولا إيجابي، أنه منشوف أنه بعض الجنسيات موجودة هنا وجاي تزور شارع المتنبي وتشوف الحضارة، رغم أنه الصورة اللي واصلت لهم صورة سلبية جدا، وبالخصوص أنه موضوع هاي النماذج اللي جاي تتصدر السوشيال ميديا، اللي بين قوسين النماذج اللي ما اريد انطيهم اكبر من حجمهم، عفوا اكبر من حجمهم، على اعتبار ما يستحقون الذكر، بس لكن جاي يوصلون رسائل سلبيه جدا على العراق. يعني اليوم من تحسن متحدثت فاطمه انه في لبنان جاي توصل لهم هاي الاشياء، جماعه العطوانيين وغيرهم، وهذا التاريخ وهاي الحضاره وثقافتنا ما جاءت تصدر للعالم، موضوع خطر ومؤشرات أيضا خطرة. فبالتالي هي دعوة لهيئة الإعلام والاتصالات، لنقابة الصحفيين، أنه ذول الناس لازم توقفوهم عتحتهم، ولازم توجهون بتصدير العراق كبلد سياحي مو فقط سياحة دينية ثقافية، مثل ما شفتوا هسه الشارع وبعض الأماكن اللي جاي نشاهدها، ايضا حضاراتنا تاريخنا بابل اكد سومر وغيرها. متواصلين وياكم، خليكم معنا. تواصلين وياكم، وانا قلتها انه الانسان بيده، لذلك انتباه رساله، لا تخلق الاعذار وتقول لنفسك ماكو شغل، اصنع مشروعك بنفسك بعد التوكل على الله. امكانياتك البسيطه، شلونك يا سيدي؟ عيوني، اهلا وسهلا حبايبي. على راسي، ربي يحفظك يا حبيبي. انت تقدر تختار الطريق اللي تريده فعلا، فانت هذا الطريق لازم تخلي لك به هدف. زين، اذا ما تخلي هدف انت مو ناجح. انت اليوم شنو هدفك؟ هدفي انه باكر عقباني انا ربطت بين الغناء والشغل. تعرف ان التسويق باني يعني اول شيء كان حلمي انه اصير مطرب، بس تعرف انت الانتاج يعني كله غالي وهالسوالف. اي، فاني ربطت بين هاي وبين هاي. ليش حولت على هاي؟ يعني حلويات، حلويات. على مكان اللي مكان، يعني انت اهم شيء تختار المكان والزمان، يعني لازم. بس ماكو حلويات، تبي حلويات في دول عيونك يا حبيبي. فانت شارع ثقافي، شارع المتنبي يعني قديم، وثاني شيء العوائل تجي خاصة وراء الأعمار. زين، من صار الأعمار العالم قام تجي، بعد الأعمار صار تغير صار متنفس العوائل. نعم، فقدرت إنه شلون ألفت الانتباه. حلو، فيما لفت الانتباه؟ ألفت الانتباه بالرسالة، بالرسالة الموجودة بأحياء الفن الثقافة، يعني التراث البغدادي مثلا، الشرغيات البغدادية، الفلكلور البغدادي. فربطت هم رزقي وهماتين، اني داونس الناس والسياح اللي تجي. انا لا ما متخرج. نعم.
انه ارتيت تسوي هذا المشروع نعم. وتعتمد على نفسك وخلي لك هدف باكر عقب تصير تسلسل مطاعم يعني حلويات ممكن يكون لك اسم خاص حلويات ارشد يك سويت لي حلويات ارشد يك هذا الاسم موجود فانت تخلي لك شلون تقول هدف بس زنود بس زنود خلي لك هدف قدامك اي انسان خلي له هدف قدامه وانا نصيحتي مو بس للشباب صحت البنات اللي قاعده بالبيت اقعد بالبيت اسوي لي بيج اسوي لي فتشي اقدر يعني اتعامل اجيب اغراض اي شيء كل شيء تقدر تبيع اي فانت الواحد يعتمد على نفسه انت تستحق الدعم فدوا لعيونك يا حبيبي شاب وبطل وما انتظرت يعني ولا اعتمدت على الحكومه اي وثاني شيء احنا احياء الفن ما تينا دورنا مهم دورنا يعني من لبس هذا الموضوع لبس حلو هذا الفلكلور يعني الفلكلور من اغاني بغدادي توصل للناس الموجودين هنا خصوصا احنا اليوم مو فقط للعراقيين جان قلهم تذكرونا شوفونا اكو سائحين موجودين هنا ما يعرفون تاريخنا تراثنا الفلكلور مالنا صحيح بس الفلكلور يعني صار قل او قله فانت لازم تحيي شو اسمه اشياء قديمه شلون تحيه يعني من كل شيء من لبس ليش هسه اللبس البغدادي كلش حلو من تمشي بالشارع لبسه انت كشاب لا تلبس الكاجوال البس شيء بغدادي قديم يلفت انتباه بالجلسات التصويريه هم تنين فشيء مرغوب الناس يعني ذكريات وسوالف ويا رب ان شاء الله يحفظنا ويحفظ عوائلنا اخر الحب وبغداد امن وامان ويا ربي يحفظ عوائلنا كل مكان يا عمي على راسي شرفتونا واهلا وسهلا في دول عمرك يا عمي مشاهد الكرام وبالتالي احنا مثل هيك مشاريع نكون لها دائما داعمين على اعتبار انه اليوم اغلب الشباب الخريجين او اللي ما كملوا دراسه جاي يعتمدون بشكل كبير على المؤسسات الحكوميه في سبيل التعيين او ما شابه ذلك لكن اليوم بنفس الوقت هواي اكو من الشباب اعتمدت على نفسها صنعت و قدرة أنه تسوي شيء تعتمد عليه بالمستقبل ومثال على ذلك أرشد ومثل أرشد موجودين المئات والآلاف فبالتالي احنا نتمنى التوفيق لجميع شبابنا ونتمنى أنه يستخدمون عقلهم حتى يقدمون كل ما عندهم احنا متواصلين وياكم وخلي نشوف الأخ اللي موجود هنا قاعد السلام عليكم هالقعدة مال واحد مكنك ومرتاح ويما أرشد منا يسمع صوت والسائحين يفوتون منا. إيه. شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. شو اسمه؟ عيسى. 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 تشي لي بمشروعك. شنو هذا؟ هذا عندنا الجلد الطبيعي. شغل عراقي. هذا شغل يدوي؟ شغل يدوي هذا. جاهز تشتري جاهز لو أنت تسوي؟ لا عندنا محل معمل بالحرية ومحلنا بسوق السراي. حلو. مع حسين السراج اسمه هذا الجيل الطبيعي جديد قديم هاي الشغل شغلنا احنا قديم احنا المحل مالتنا مفتوح تقريبا من 79 عجلد بس جلود اختصاصنا بس جلد من 79 79 اي محلنا موجود بسوق السراج حلو هذا جزدان نسائي هذا صغير زين هذا بيش هذا نبيع احنا بسبعه 7000 جلد شنو جلد طبيعي جلد مال تكرم ابقار اي نستخلصه ويترمم هذا فوقها صبغ يجي وترميم وقالب مال اسم اي هذا نقش يدوي يدوي كله يدوي شغلنا كله يدوي عندنا يعني قلت لك معمل ويشتغلونه علي اقبال هذا الشغل ان شاء الله اي علي اقبال اي عالم يعني اكثريه العالم تاخذ منه يعني هو يجذب النظر يعني شيء حلو مرتب زين انطباع الناس اللي جاي يجون هنا السائحين غير العراقيين انه شو يشوفون هذا الموضوع شويه يصيفهم نوع من الدهشه لو طبيعي الموضوع شيء اكيد شيء اكيد يعني حتى قبل فتره مغاربه يعني اخذوا بكميه كبيره كل واحد اخذ له اربعه كل واحد لا يعني بهاي الاسعار يعني ليش ما تقول له ياخذها مو مهم السعر بس الديزاينات تنعجب به الديكورات مالته كلش حلوه ويعني ما نظل احنا على ديكور واحد كل بين فتره وفتره نغير تصميم لان على التليفون شنو موضوعها؟ لان مال الحافظات مال التليفون يعني شغلكم هذا؟ لا هذا الشغل يعني المصنع يجي هذا تجيبه جاهز؟ اي نجيبه جاهز ما تشتغلونه انتم؟ لا ما نشتغل عندنا عندكم بيج عندكم شيء؟ لا ما عندنا بيج ليش ما سويتوا بيج؟ ما سوينا بيج ما سوينا بيج ليش ما سويتوا بيج؟ يعني محلنا معروف يعني ما يحتاج لا بيج ولا شيء حلو واحد يعتمد على نفسه شيء اكيد هذا شيء اكيد واحد بيده يعني كل شيء يسوي يشوف مستقبله بيده صحيح احسن اليوم هاي بيدي والله حاب تقولون هاي تقلل التوتر تقوي الاعصاب و3000 اليوم مونس نفسه ب3000 اي يعني تخيل لو مسؤول انا شو اسوي
لا مسؤول يعني شو تسوي؟ تقعد مسؤول ما تقدر تسوي الشارع لا ما اتوقع يكون ها شعب شعب قابل اسمع خل احس شعب قابل بهاي الاضاءه وهذا الصبغ هاي اشياء يعني ممكن مقاول بسيط يسويهن مو مسؤول دولة كبيرة بعد ما سووهن من 2003 لحد الان مو جاي اقول له انا هسه مسؤول هاي انت اسويها وذاك مو اكو عالم من تشوفه تطمح شكرا جزيلا بعد قبل نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم وحلو اليوم واحد يعتمد على نفسه ويكون الا تكون عنده مهنه خاص بها شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله شلون وضعك تعال هنا الحمد لله زين النظارات مو يدوي؟ لا مو يدوي مبينه صينيه صينيه وموجود بها صحيح ايش قد صار لك هنا؟ هسه اللي من فتح المتنبي بالليل شفت الليلي انا لحد الان هنا انت بالشفت الليلي تجي هنا هذا الصبح المكان مو له مو لي لا هسه هذا المكان مستاجره لو عاد لا لا ماكو استئجار ماكو استئجار يا ليجي خليه يفتح بي ساعه جاي تفتح بي ساعه عزي والله فتح من الخمسة العصر حد ال 11 بالليل وعزي هنا شو وقت تبدا الحركه تقل بشارع المتنبي بالليل والله يا بالبدايه كانت العالم للثنتين يعني بالليل ثلاثه برمضان خاصه الاجواء هنا كلش حلوه وهسه حيث ب 11 بالليل العالم شويه تقوم تخوف تبدي من الخمسة العصر ل 11 بالليل هيك شغلنا يبدي ويدك حبيبي شاهد الكرام متواصلين وياكم وايضا اريد بدوري اشكر الشرطه المجتمعيه ودورهم على اعتبار انه هواي من الظواهر السلبيه جاي يحدون منها وجاي يتابعونها وجاي يقللوها خصوصا انه بعض المحسوبين او ما اقدر اقول انه محسوبين حتى على الاعلام لانهم اعتبار ناس هواة بالموضوع ما لهم علاقه جاي يصدرون اشياء ما تليق بالعراق اشياء ما تليق بسمعه شارع المتنبي اليوم شارع المتنبي معروف عليه الانطباع الاول هو شارع الثقافة شارع الكتاب فمن تصدر هيك مقاطع فيديوية ما تليق بالمجتمع ما تليق بقيمة العراق وثقافة العراق وتاريخ العراق فبالتالي راح تنقل صورة سلبية عن العراق متواصلين وياكم خليكم معنا عقيد شلونك؟ يا بعد روحي يا هلا هلا بكلمه اللي فانا وجاينا عنا قناه الايام ونبيع ارواحنا لكم لو يصح شراي وانت بلا رجل ويشح الماي اهلا بالقاصد لي انا كل بغداد ترحب بي ويا مرحبا وكل الهلا فدوه يا بعد روحي للمعازيب بويا للمعدلين المثلك لا انت معدل يا بعد روح الله يحفظك الله يعزك يا عمر والله بخير نعمه شكر لله القهوه ندري بها مضياف احنا هنا ما عندنا ضيافه احنا كل واحد يجي هنا هو يصير معزب اي هو يصير معزب يا روح انا ما اسميك قهوه العقيد يا روح اقدر ما اسميك معزب المتنبي والله خادم اتشرف اكون خادم يا حبيبي على مواقفك اللي شفناها يا حبيبي حتى الخليج من نجا والضيوف والله هذا عراقنا يستحق اكثر واكثر ونقدم وجهه جميل نقدمه للعالم ويشوفون وجه بغداد وجه ناس بغداد وكل العراق يشوفونهم بهذا الوجه الجميل الحلو والعراق غني عن التعريف بإخلاقه بتربيه بعزيمته والحمد لله العقيد يا روحي بعض الأمور اللي جاي تصير هنا نعم. اللي جاي تعكسها الشباب اللي ذول جماعة الميديا خلينا نقول بين قوسين هم ذو مو على الإعلام نعم أحسن جاي يصدرون بشكل أو بآخر نعم فد مواضيع ما تليق حتى بثقافتنا ما تليق بعاداتنا ما تليق بتقاليدنا أحسنت حسب المتقبل مثل إنسان اليوم أنا أريد أتابع فرد موضوع تافه دلالة على أنه أنا تافه إيه هذا الموجود أما إنسان أو فد شلون تقول محتوى حلو جميل ثقافي يريد يعني يخرج للعالم أجمع التراث العراقي الأصالة العراقية الجذور الأصلية العراقية أتابعك لأن أنت تريد تنهض بواقع الثقافة العراقية الأصيلة أتابعك طبعا فكل من هو محتوى إذن هو منو السبب المتلقي طبعا المتلقي صاحب المحتوى لا المتلقي يجي شيء جاهز لكن صاحب المحتوى يريد بس يريد يصعد بس يريد شيء ينشر به ينعرف به هاي النماذج شلون ممكن نحد منهم يعني خصوصا انه
بهذا التوقيت بهذا الشارع المتنب، وانا جاي اشوف ترى العناصر الامنيه موجودين، الشرطه المجتمعيه بهذا الدور، بالتالي احنا اليوم مو بس موضوع الشرطه المجتمعيه، نعم. بقدر ما مسؤوليتنا احنا كمواطنين. احسن هيك الناس المفروض ما نقبل لهم. والله احنا جاي نثقف الناس بوجودكم، وجود شبابنا وناسنا، والشباب اكو صحيح سلبيين بس السلبيين قليلين، احنا عم ما نحتاجهم لنباوع عليهم، لكن نقول لهم عمي طبعا مو للمتابع الكريم، لا للناس التعبان السلبي، نقول له ابوي صير خوش ادمي، يا ابن ادم صير خوش وليد، زين حالك حال الناس، هسه شنو نقص عنك؟ شنو فرق عنك؟ بس انت تحمل ثقافه وتحمل فكر حلو، تحلم اخلاق حلوه، طلعت بهالنموذج، لكن هو تعبان انا اعتبره، او خليه اقول له ظل تعبان، ظل الى ان تطلع الشيب وبوجك وانت تعبان. هلا هلا يوم ضرب اشقر بس مراني خطف مني بجماله، بس مراني حكى وبحكي ادري ايش، بس مراني يحكي بداخله يقصد علي. صبي والدنيا، اي والله صبي والدنيا، ان شاء الله دوم تفتح لك ايديها وقلبها يا بعد روحي يا عمري يا حبيبي تاج الراس، تحياتنا وسلامنا لاهلنا وناسنا اللي بالخارج ان يتابعون المحتوى الحلو، المحتوى اللي يرفع من قدر العراقي، المحتوى اللي يشوف العراقي بأجمل صورة، العراقي أصيل، العراقي كريم، العراقي إنسان رائع مثقف عقلية أمثالك يعني. الله يحفظ أمثالك أنت يا عمري، تابعوا هاي الأمور، تابعوا هاي الناس الطيبة، لا تتابعون هذا التافه حش السامح، أجلكم الله التافه ما يفيدنا وما يوصلنا النتيجة، نتيجته محدودة، دائرته محدودة. زين يا روحي يا عمري، بس ما ضيفناكم، خل نضيفكم بس ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام، وبالتالي هو الموضوع يعني الموضوع اللي جاي يصدر بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مو فقط صاحب المحتوى يتحمل مسؤوليه بقدر ما انتم مشاهدينا، الناس اللي جاي تعطيهم مساحه، اللي جاي تتابعهم، اللي جاي تضيف لهم الصعيد من حساباتهم، هم سبب رئيسي بهذا الموضوع. احنا متواصلين وياكم، خليكم معنا. جينا الله يسعدك. عليكم السلام حبيبي. شلونك؟ الله يحفظك. ما اريد اعطلك بس جاي تكتب على التمن؟ على التمن عراق بالانجليزي. عراق بالانجليزي. اي هذا مطلوب. الله. ليش العراق؟ اي هاي عراق بالانجليزي. اي شيء تكتب تريد تسويه سوي على التمن، نكتب لك اي اسم تريد. وليش اختاريت العراق؟ يعني بالانجليزي. وش عندنا غير العراق؟ لا احنا حبيبتك. لا يا ابو هو حبيبنا العراق. زوجته. لا يا ابو كل العراق. كلنا العراق. كلنا العراق. اهم شيء. بالعراق؟ اموت على العراق. الله اموت على العراق. خلينا نحكي على هاي المهنه. نعم. انه تكتب على التمن. نعم. بيا قلم، شنو نوع القلم تكتب؟ والله اني الصراحه اي شغله تحدي اسويها فهي عجبتني، يعني كتابه على التمن، ومو بس على التمن، حتى اكتب على العدس. على العدس يعني اسوي. الله طلعت فيها فوائد الحصه. نعم. تمن والعدس طلعت فيه فوائد. اي شيء، وهسه عندي نيه اكتب حتى على اي شيء ناعم اكتب عليه. هسه هاي الله على التمن، وهاي الله على العدس. الله. اي شيء. وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم على حبه التمن. نعم نعم. شلون هيك خط حلو واضح. خط هاي يا قناه هسه تي قناه الأيام. قناه الايام هاي الايام. هسه انا كل اشوفها المشاهدين بس هي هيك ما تبين. لا تبين يعني هاي الايام، وهذا قلب نخليه وياه. نقلب بها. الله. هذا قلب وياه. هاي شهاده نحكي. هاي بعدين هي تصير داخل هاي الزجاجه. هاي الزجاجه بيها زين. بيها ورد. ورد طبيعي. ورد طبيعي؟ ورد طبيعي بيها. هاي وبعدين نحقنها بهاي المادة الخاصة. حلو. تطلع عندك يعني شلون هسه هاي؟ سريج هذا الشكل النهائي. يعني هسه هاي شلون مريم. اها. سريج بهالشكل هذا. حلو. وعندي هاي يعني هي 5000 دينار كلها هي وزنجيرها كاملة. وعندي على القلم هم حفر على القلم. أي قلم هذا نوعية جيدة باكر. نكتب عليها هسه أخط لك هذا لك هدية. الإعلامي منو؟ علي أحمد. علي أحمد. لو نكتب قناة القناة. راح أكتب لك قناة الأيام. قناة الأيام علي أحمد. الله. طبعًا هيك أشياء هيك شغلات حلوة، أنا أحب المبدعين يعني المهتمين بعملهم. يا سلام.
لطيف على قناة الأيام لطيف الإعلامي الله أحمد. هاي طبعا هدية للتاريخ راح احتفظ بيها. ابو احمد علاوي لو علي علاوي احمد راح احتفظ بيها للتاريخ هذا القلم. الله يسلمك خلي بمذكراتي. الله يحفظك علاوي. نوب الخط حلو صلوات. اي خطاط قديم عتيق. خطاط جامع عنده موضوع وياك. نعم هاي علاوي احمد. بعيدا عن محورنا هسه جاي نسولف فيه، اولا شكرا جزيلا على الهدية. الله يسلمك وراح احتفظ بها للامانه وراح تشوفوها قناه الايام علاوي احمد. شكرا وعاشت ايدك عمو. زين بس عندي موضوع خلي ارجعك شويه فيدباك اللي ورا. سابقا من عشنا الحقبه اللي ما اريد اذكرها انه الطائفيه كانوا دور الخطاطين يدورهم ادوار حتى يزورون جناس وما يكتبون اللقب. ام سويت؟ لا لا انا ما اشتغلت، انا خطاط يعني قديم بس ما اشتغلت هاي الشغلات. انا اشكرك عمو. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يخليك. مره ثانيه شكرا. متواجد بالمتنبي دائما يوميا هنا بس القلم بيش تبيعه يعني الناس؟ القلم 5000 هو والخط مالته والقادر 5000 دينار. شكرا. واللي ما عندنا نسوي لها بلاش. والاي ضيف اي ضيف يجي من خارج العراق اي ضيف اجنبي عربي نقوم له بالواجب نقدم له قلم وقلاده مجانا هديه باسم العراق. والله حتى ينقل صوره طيبه عن العراق وعن لا هو احنا من جانب هاي الناس هاي الناس الموجودين هنا بالشارع لا هو حتى يسولف بلده يقول العراق كريم العراق كذا. اي انطوني فشي فشي هو فشي بسيط بس له قيمته. قيمته معنويه مو مادية. نعم نعم حتى ينقل صوره طيبه عن البلد وعن والامان ان شاء الله للعراق. انا اتمنى لك التوفيق. الله يحفظك. الله يسلمك عمري. الكرام حلوه هاي الاشياء اللي جاي يسووها المبدعين هاي المهن، النحت على الجلد، النحت على التمن، على القلم، فبالتالي هاي الاشياء يعني والله العظيم افرح بها من اشوفها. شوف عندنا هيك مبدعين ونتمنى يتم احتضانهم بمسابقات بمؤسسات معنية بهذا الموضوع. متواصلين وياكم خليكم معنا. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام الحلقة، وبالتالي يعني هواي مواضيع حلوة عندنا بالعراق، ليش ما نصدرها؟ ليش نخلي انه المواضيع السلبية دائما انه تتصدر وتكون هاشتاج، وبالتالي هي اصلا مواضيع سلبية وبصورة سلبية، ما ندر فقط انه جاي نشوف المواضيع الإيجابية اللي جاي تتصدر مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي أتمنى انه هذا التراث هاي الحضارة هاي الثقافة هاي الناس اللي موجودة الناس الأصلية الناس البغداديين الحقيقيين المحبين لبلدهم المثقفين الواعين كنت توصل صورتهم. ما أريد هاي الصورة اللي ذكروها قبل قليل إنه الأشياء السلبية تصدر من العراق لباقي البلدان. علينا إنه كل إحنا نشتغل على هذا الموضوع. هو الموضوع بيدنا مثل ما هاي بيد يعني بيدك أنت إنه صعد هذا الموضوع نزل هذا الموضوع تعكس هذا الموضوع تعكس هذا الموضوع. فخلي يكون العراق هو هويتنا انتمائنا للعراق حتى نصدر العراق بصوره جميله وايجابيه. ختاما تقبل تحياتي وتحيات كادر عمل. الى اللقاء.